طيب درس النهارده اللوكال ماكسيمم اند مينيمم فاليو. كلمه ماكسيمم مينيمم احنا خدناها في ثالثه اعدادي. تعالى نفتكر كده شكلها وهتلاقوا الموجه كده قدامك. بص الموجه دي خلي بالك منها. عامله كده. بص يا سيدي. اكس اكسس. وعملت شويه كيرفات كده زي ما انا ارسم لك. فانكشن. خلينا فانكشن كانت رسمتها شبه مين فاكرين؟ ساين كوساين. فعلا ساين كوساين كانت عامله زي الموجه. طيب بصوا كده لو خدت بالك كده فاكرين دي؟ دي تبقى ماكسيمم فاليو ولا مينيمم فاليو؟ خدت الكلام ده من ثلاث سنين. دي ماكسيمم ولا مينيمم؟ اعلى حاجه. طبعا هو الدرس اسمه لوكال يعني ايه؟ اصل انت عندك كام واحده ماكسيمم؟ بص هتلاقي في كام قبه كده كتيره. لوكال يعني من جوه، جوه الشكل نفسه. لان احنا ما كناش بناخد واحنا صغيرين، كنا بناخد ماكسيمم بس كنا بنقف هناك تبقى واحده، لا هنا هتلاقي كتير. دي ماكسيمم ولا مينيمم؟ دي ماكسيمم. طب ودي؟ دي مينيمم. يبقى اللي فوق دي يعني اسمها ماكسيمم، واللي تحت دي مينيمم. طب انا عندي كام واحده ماكسيمم وكام واحده مينيمم؟ كنت اطلع الرسم كده. في كام واحده ماكسيمم؟ واحد اثنين ثلاثه. في ثلاثه ماكسيمم واللي تحت. يبقى انا عندي هنا ثلاثه ماكسيمم وثلاثه ايه؟ مينيمم. طب انا عايز اوضح لحضرتك حاجه صغيره كده. ركز بقى معايا، انت عندك هنا شويه رغي كتير انا هخلصهم كلهم على الرسم. عايزك تفهم لي الدرس ده كله على الرسم من الاول. النقطة دي شوف بقى مين كان مركز. النقطة دي كريتيكال بوينت. شوف لي الاسلوب بتاعها. زيرو ولا انديفايند ولا حاجة تانية. يلا نعمل التانجنت. فاكرين كنا بنعمل تانجنت ازاي؟ التانجنت بترسم ازاي؟ الاسلوب هنا بكام؟ الاسلوب هنا بكام؟ بزيرو. ليه بزيرو؟ فاكرين مرة بردك؟ عشان عامل انجل مع اكس اكس زيرو صح؟ وتاني زيرو زيرو واحنا عارفين الاسلوب ده زيتا. فيا مستر ده كده كريتيكال بوينت. ليه؟ عشان الاسلوب بزيرو اهي. واحنا خدنا امتى نقول كريتيكال بوينت؟ لو الاسلوب ايه؟ حاجتين. اسلوب بزيرو اللي هو الاف داش يعني بزيرو، او الاف داش الاحتمال الثاني انديفايند. اف داش بزيرو والاف داش انديفايند. ادي مستر اف داش. طب بص كده استنى، لو حبيت ارسم كده تانجنت ده بشكل ايه؟ اسلوب كام؟ اسلوب ايه؟ دي كريتيكال بوينت صح؟ عرفت من ايه؟ الاسلوب ايه؟ زيرو. الاف داش بكام؟ بزيرو. ما دام الاف داش بزيرو يبقى دي كده تعتبر كريتيكال بوينت. طب دي ها؟ كريتيكال ولا لا؟ سلوب زيرو ولا لا؟ طب دي نفس الكلام. طب دي واخدين بالكم؟ ماكسيموم مينيموم ماكسيموم مينيموم ماكسيموم. الخمس نقط اللي قدامي ماكسيموم ومينيموم كلهم كريتيكال بوينتس ولا لا؟ اعرف ان يا مستر تاني فكرني كده اربط لي الدرسين ببعض. اعرف ان النقط كريتيكال بوينتس لان الاسلوب بتاعهم بكام؟ بزيرو او انديفايند. هنا الخمس اسلوبات دول كلهم بكام؟ بزيرو. وما دام الاسلوب بزيرو يبقى دي كريتيكال. يبقى بنتعلم حاجه. المينيمم والماكسيمم يا مستر مبدئيا كده من على الرسم لازم يكونوا كريتيكال بوينتس. يبقى اول حاجه اهو بناكد عليه. المينيمم والماكسيمم دول لازم يكونوا كريتيكال بوينتس. طب هل في شكل تاني يا مستر؟ بص كده هناخدها كلها على الرسم الاول. جيت عملت لسعادتك كده. خلينا كده اهي. بص كده. شايفين الكافيه ده؟
شايفين عايز ارسم هنا تانجنت. تانجنت اسمها ازاي؟ بالطول. قال لي يا مستر الاف ده شاور جميل. عامل انجل كام ده ان شاء الله؟ 90. يبقى الام بكام؟ الاف ده شو كام؟ بكام؟ وعندي فاين. ليه عندي فاين؟ مش الاف ده يا مستر اللي هي تان سيتا وتان هنا دي تان 90 وتان ال 90 انديفايند. يبقى هنا خد بالنا اهي عامل انجل كام؟ اسالك شايفين النقطه دي؟ دي ماكسيموم ولا مينيموم؟ تحت ولا فوق؟ تحت مينيموم. تحت يبقى اسمها مينيموم، فوق يبقى اسمها ماكسيموم. هنا الاف داش بكام؟ بزيرو ولا انديفايند؟ تاني بزيرو ولا انديفايند؟ انا الدروس كلها مرتبطه ببعض يا ولاد، كل ده مرتبط ببعضه عشان انا بجيب من هنا احط لك هنا. مستر الاف داش هنا انديفايند، انديفايند ليه؟ عشان احنا 90 وتاني ال 90 انديفايند. يبقى الاف داش هنا انديفايند. طب هنا ارسم التانجنت ازاي؟ بص يا حسن ارسم ازاي؟ ده عامل انجل كام ده؟ يبقى الاف داش هنا بكام؟ بزيرو ولا انديفايند؟ دي مينيموم ولا ماكسيموم؟ مينيموم ولا ماكسيموم؟ يبقى خلي بالك كده انت قدامك دلوقتي 7 بوينتس كلهم مينيموم على ماكسيموم. ها؟ والسبعه ركز يا حسن السبعه الاف داش بتاعتهم بكام؟ الاف داش هنا بزيرو ولا انديفايند؟ وهنا زيرو وهنا زيرو وهنا زيرو وهنا زيرو عشان عاملين انجل زيرو. هنا عاملين انجل 90 انديفايند. يبقى بتعلم حاجه الكريتيكال المينيمم والماكسيمم لازم تكون النقطه اولا كريتيكال بوينت. اول حاجه يبقى عشان احدد في مينيمم وماكسيمم والكلام ده اول شرط لازم تكون النقطه كريتيكال بوينت. لازم تكون كريتيكال. وبعد كده نبدا بقى نتكلم ونجيب الفتاة شويه اقرب بتاعتي. طيب يبقى انا حددت تاني الملخص اهو. يعني ايه يا مستر لوكال ماكسيموم اند مينيموم فاليو؟ اللي هي النقط اللي تبقى فوق الكيرف او تحت الكيرف. طب بحددها ازاي؟ يقول لك في شرط مهم جدا، لازم تكون النقطه دي كريتيكال بوينت. يعني يا مستر قصدي حضرتك لو مفيش كريتيكال بوينت يبقى مفيش لوكال الى ماكسيموم ولا مينيموم. لا مفيش كريتيكال مفيش ماكسيموم ومينيموم. طب لو في كريتيكال، هل الكريتيكال لازم تكون ماكسيموم او مينيموم؟ هنتكلم في الحته دي واحنا ماشيين. بس الاول تعالى بقى نكتشف علاقات كده. ازاي يا مستر اقدر اعرف من غير رسم؟ احنا هنا رسم. من غير رسم اعرف منين الجبريكلي النقط اللي هتبقى مينيموم وهتبقى ماكسيموم؟ انا الاول وريتها لك على الرسم، يا تبقى انديفايند يا تبقى زيرو. طب الجبريكلي يا مستر ركز كده معايا بقى في الحته الجايه دي، هنستنتج العلاقه بنفسنا. بصوا كده يا ولاد، النقطة دي ماكسيموم صح؟ النقطة دي ايه؟ السلوب قبلها السلوب ده شكله؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الاف داش قبلها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ خدت ده كده يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ عامل انجل كام؟ صغير ولا كبير؟ اكس اكسس اهو عامل انجل كام؟ كده؟ لا يا مستر ده بوزيتيف. طب تعالى نشوف بعد النقطه. يبقى ده كده اهو مستر هنا الاف داش بوزيتيف. طب لو رسمت من بعدها دي كده نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ ليه؟ عامل انجل كام؟ اوبتيوس. انا بحاول اراجع اللي فات مع ده. يبقى تاني
انا اكتشفت حاجة ان الماكسيموم لما تيجي ترسم الاف داش قبلها بوزيتيف، طب وبعدها ايه؟ ادي الاف داش اهو. طب استنى كده، استنى كده، بص يا سيدي، دي مينيموم ولا ماكسيموم؟ دي مينيموم. هات لي الاف داش قبلها والاف داش بعدها، فداش قبلها والاف داش بعدها. تعالى نحمل قبلها قبلها. الاف داش دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دي كده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ها؟ دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ماركو يا دي كده ولا بوزيتيف؟ عامله عندي الاوبتيوس ولا اكيوت؟ اوبتيوس مستر. دي كده نيجاتيف. تعال نشوف اللي بعدها. دي كده بوست ورانية جديد ده. ده بوست ورانية عامل عندي صغنونة يبقى بوز. نكتشف العلاقة حالا دلوقتي من غير ما نتكلم. طب تعالى تعالى ناخد اللي هناك دي. هنجيب اف داش قبلها واف داش بعدها. اهي ده بوست ورانية بوزيتيف اهو. انجل صغيرة رسمت من هنا ده بوزيت ولا نيجاتيف؟ طب استنى كده مستر، ما تيجي نجرب حضرتك في الانديفايند كده. بص يا ولد، هي دي مينيموم ولا ماكسيموم؟ يلا نرسم تانجنت قبلها ونرسم تانجنت بعدها. بص يا سيدنا، ده كده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ها نيجاتيف. اللي يبقى الاف داش هنا نيجاتيف. اعمل التانجنت بعدها قبله. انا بفهم على نفسي، قصدي قواعد بعدها بعد النقطة. ده بوست ولا نيجاتيف؟ بوست. هنبدا بقى ناخد بالنا من حاجه، دي كانت مينيموم ودي كانت مينيموم ودي كانت ماكسيموم، صح؟ بص لي بقى اهي، ادي واحد اثنين وادي ثلاثه وادي اربعه. تقدر فعليا دلوقتي تستنتج القاعده. الماكسيموم الاف داش قبلها بتبقى ايه؟ وبعدها تعالى ماكسيموم تاني هنا الاف داش قبلها ايه؟ بوزيتيف وبعدها نيجاتيف. طب تعالى نشوف المينيموم كده. المينيموم الاف داش قبلها ايه؟ وبعدها شايفينها على الراس؟ فين؟ قبلها نيجاتيف وبعدها برضو ايه؟ بوزيتيف. يبقى انا بتعلم حاجه عشان اشغل الجبريك لحالي. ازاي يا مستر من غير رسم؟ من غير رسم اعرف النقطه اللي عندها ماكسيموم والنقطه اللي عندها مينيموم. يقول لك القاعده قدامك اهي، قبلها بوزيتيف بعدها نيجاتيف تبقى ماكسيموم، قبلها نيجاتيف بعدها بوزيتيف تبقى مينيموم. ادي المنظر قدامنا. او عشان حتى تحفظها بعينيك برضه، بص بص بص، بوزيتيف عامله كده اهي، والنيجاتيف بص حتى تلاقي بص 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 بص، البوزيتيف طبعا يعني كده، وبعد كده ايه؟ بص اهي طالعه، وبعد كده ايه؟ اول ما تلاقي السهمين طالع ونازل يبقى دي ماكسيموم ولا مينيموم؟ ماكسيموم. طب غير بصي نيجاتيف الاول نعمله كده، والبوزيتيف بيتعمل ايه؟ بص بص حتى اتجاه السهم. يبقى احنا يا مستر هنعرفها على طول من عندنا
اول ما ناخد الارقام اللي هي ما بين الاف للشيف النص، لو لقيتها نازله وطالعه يبقى دي مينيمم، طالعه ونازله تبقى ماكسيمم. ادي القواعد اللي انا قاعد احكي فيها. الرسم يا اولاد سر من اسرار حل كتير من المسائل. في مسائل اسهل طريقه ليها تحلها بالرسم. الرسم ادي المنظر اهو، يبقى انا استنتجت لو لقيت الاف داش طالعه ونازله ماكسيمم، نازله وطالعه مينيمم. شوفوا الكلام ده هتلاقيه اسهل حتى من اللي انا بقوله، بس الاول فهم الشرح. طيب تعالى قال لك حته بقى، بص الحته الجايه. يبقى اول طريقه عشان اقدر يا شات اعرف المساله عندها ماكسيمم ولا مينيمم اعمل ايه؟ يقول لي انت هتعمل نفس خطوات المره اللي فاتت. ملخص بقى، هنعمل نفس الخطوات بتاعت المره اللي فاتت. هي اف داش واف داش ايكوال زيرو واف داش انديفايند. الفرق بس هي حته زياده النهارده هنزودها. هتشوفوا احنا بنعمل بوزيتيف نيجاتيف تبقى ماكس، نيجاتيف بوزيتيف تبقى مينيمم. بص يا سيدي، قال لك ايه بقى؟ قال لك عندنا طريقة تانية غير الطريقة العادية اللي احنا هنشتغل بيها بتاعت المرة اللي فاتت، نجيب الاف داش ونعوض ومش عارف ليه. قال لك في طريقة تانية. طريقة تانية باستخدام السكند دريفيتيف. ودي مش عليك اثباتها، وحتى اثبات عشان اقعد اشرحه لك طويل وصعب. هو عامة مش عليك. ايه؟ بيدولك ملخص كده. تقدر تجيبها باستخدام السكند دريفيتيف ازاي؟ تقدر تجيبها باستخدام السكند ديريفاتيف ازاي يا مستر؟ خطواتك العاديه اف داش، اف داش ايكوال زيرو، تقوم عامل بقى واخد الحاجات الايكوال زيرو اللي انت هتطلعها من الاف داش دي وتروح تعوض بيها في الاف دبل داش. اوريكم في المسألة عشان ما نقعدش نحكي فيها كتير. تعالى بقى عندك كام رسمه كده، بس قبل ما نقول الرسومات بص كده على ده. بص الرسمه دي لو عملت لك كيرف عامل كده، بص بقى يا مصطفى النقطه دي كريتيكال بوينت ولا لا؟ استنى اقول لكم على حاجه كده. هو احنا بنعرف الكريتيكال بوينت منين؟ دي سائلة في اول الحصه. السلوب يا ايه يا ايه؟ يا زيرو يا انديفاين. يا زيرو يا انديفاين. تعالى نعمل التانجنت بتاع الكيرفين، هنشوف هيطلع واحد ولا لا. شايفين الكيرف ده ماشي كده؟ انا هنرسم له التانجنت ازاي؟ للاثنين اهو، لده ولده. بكام الاف داش كده؟ بزيرو صح؟ يبقى دي كريتيكال بوينت ولا لا؟ انت يا مستر بس احنا مش متعودين عليها، دي شفتها دي. شفتها تاني. شايفين دي؟ دي كريتيكال بوينت. عرفت منين يا مستر؟ يا ابني مش الاسلوب بزيرو. اسلوب من هنا ومن هنا. الاثنين نفس الاسلوب ولا لا؟ عامل انجل زيرو ولا لا؟ يبقى الكريتيكال بوينت مش لازم تكون فوق وتحت. لا ساعات تيجي في النص كده. شفت الكريتيكال بوينت دي؟ مش لازم تبقى فوق وتحت زي ما اتعودنا، لا ده شكل تاني ليه؟ انت القاعده عندك يا ريم ايه؟ انك ما تزعليش الاول. وبعد كده نحسب السلوب. السلوب طلع بكام؟ الاف داش طلع بايه؟ طلع بزيرو، يبقى دي كريتيكال. حلو قوي. تعالى بقى اسالك السؤال المهم. يا كريتيكال صح؟ تمام؟ مينيمم بقى ولا ماكسيمم؟ ماكسيمم
لا ده ولا ده. يعني طلع ونزل ولا نزل وطلع ولا دي في النص؟ ايه ده يعني يا مستر جي جي كده يا ولاد كريتيكال ها؟ ليه؟ ما خلاص عرفنا بقى احنا ما بنحفظش السلوب بزيرو اف داش بزيرو. بس النقطه دي بقى مينيمم ولا ماكسيمم؟ يقول لي في النص ده مينيمم ولا ماكسيمم؟ هي نزلت وطلعت بعدها ولا طلعت ونزلت؟ ايه ايه يبقى مستر هنا اهي ماكسيمم او مينيمم. لا هي ماكسيمم ولا هي مينيمم. وهنا بقى بنتعلم حاجه خلي بالك عشان تبقى المساله كريتيكال يعني في كريتيكالات احتمال الكريتيكال تكون مينيمم او ماكسيمم واحتمال لا زي اهو مثال اهو الكريتيكال هي زي الفل بس مش نافعة مينيمم وماكسيمم يعني يا مستر الكريتيكالات اللي انا بطلعها مش كلها هتتقسم مينيمم وماكسيمم لا واللي مثال اهو يبقى مش كل الكريتيكالات بتنفع مينيمم وماكسيمم ليه؟ اه نازله كلها وكريتيكال ماشي طب لو هي بقى مينيمم وماكسيمم لازم تكون كريتيكال اه المينيمم والماكسيمم ما يظهروش الا لما يكون كريتيكال يعني انا عايز اقول لك الحته المفيده الكريتيكال بوينتس مش لازم تكون مينيمم وماكسيمم ممكن تكون وممكن تكون يبقى مش كل الكريتيكالات اللي هتطلع لي هتتقسم خد انت شويه مينيمم وشويه ماكسيمم لا في حاجات تطلع مش نافعه خالص مش نافعه خالص طيب استنى شوف اي واحده تاني شوفوا لي كده ظروفها ايه عامله كده هتيجي هنا ترسم التانجنت للاثنين يا محمد ترسمه ازاي؟ ما برضه نفس الكلام لازم كده استنى ده زيرو ولا اندفاين؟ زيرو اندفاين؟ اندفاين؟ يعني كريتيكال ولا لا؟ هو بص الحته دي والنبي حاجه دي كريتيكال ولا لا؟ الشرط معروف يا سلوب زيرو يا سلوب اندفاين ده السلوب زيرو او الاندفاين اندفاين يبقى كريتيكال يبقى انا لما اجي احتسب وانا بعرف كريتيكال منين؟ سلوب اف داش اف داش ايه اللي تعرفه؟ يا زيرو يعني بمعنى اصح يا نايمه يا واقفه من الاخر بالبلدي الاف داش يا تطلع نايمه يا تطلع واقفه مايله بقى والكلام ده لا ما ينفعش خلاص يا فندم دي كده كريتيكال واسالك سؤال دي مينيموم ولا ماكسيموم؟ تنفع يا شباب؟ تنفع مينيموم ولا ماكسيموم؟ لا ده ولا كريتيكال بس مش نافع فهمت قصدي ايه؟ ده دي الحاجات اللي بتيجي في نص المسائل. هي إيه الحاجات اللي زي دي؟ ده احنا دمعنا من امتحان ستاتكس وامتحان كالكولس هنعمل فيه ايه؟ ماشي طيب. خش على المسائل نطبق عشان احنا راجعين كتير. كده فهمنا الفكره على الرسم. على الرسم. تعالى بقى المسائل اللي فيها مسائل حلوه قوي هي نفس المسائل المره اللي فاتت بالظبط. يلا. بلين كده ايه ولا بتزعل؟ لا بتزعل. 2 اكس باور 3 اف اكس x باور 3 ها؟ لا 2x باور 3 ماينس 3x باور 2 نيجاتيف 36 بلس 14 يلا حبيبي نيجاتيف 36 بلس 14 ايه اللي ناقص؟ لا في 36 بلس 36 لا يبقى كده فيها اكس ازاي؟ هو انا كاتبها من غير اكس؟ اه مش معقول يا اخي طب ما لو ما فيهاش اكس الا هيحصل كام سنه؟ ما انت هتجمع الاثنين اللي جنب بعض طيب تعالى يلا يعني اف داش يلا اف داش بسرعه احط اكس طبعا
يلا ها حطوا اكس. سكس اكس باور 2 سكس اكس اوكي نيجاتيف 6 نفس هي نفس الخطوات المره اللي فاتت تاخدها ايكوال 0. يلا احنا بقى هحاول بقدر الامكان بس عشان ما اوقعش الشرح اختصر الخطوات. يعني انت دلوقتي هتقوم جاي عامل ايه؟ هتقوم عامل لي اف داش ايكوال 0 شوف دلوقتي الحلو ده. لا ويا سلام عليك بقى يا سلام عليك مش انت عارف انها هتعمل ايكوال 0. طب اذا كنت الايكويشن دي تتحل ازاي؟ مش هتعمل فرصه دي؟ ما تكتبش بقى اللي انا كتبته. انا خلاص على طول عارف يا شاهد الخطوه الجايه. الخطوه الجايه اهي طب ما انا عارف انها ايكوال 0 ودي بتتحل مود 5 3 مود 5 3 ما تقعدش تكتب. ما بتحسبش على الخطوات اللي انتوا شفتوا امبارح. تطلع بكام دي؟ شوف هي بنت بتاعت بقى بكام مود 5 3 3 نيجاتيف 2 حلو قوي. نقطة خطوة. ليش انا اولى بال 10 ثواني؟ ما هي باريزة من هنا وباريزة من هنا تعمل حاجة. طيب. حد فاكر الخطوات معايا؟ يلا فين الانديفايند ولا انت مش انديفايند؟ مش انديفايند ليه؟ دي بولينوميال كلين زيرو الدومين دي لها ار. يلا خش بعد كده على ايه؟ يلا يا مستر الرسمة. طب يا مستر قبل الرسمة لو حبيت اجيب الكريتيكال بوينتس نفسها اكس واي كنت بعمل ايه؟ باخد دول؟ استنى كده اشوف صح صح. اقعد فين؟ اف اكس ولا اف داش؟ كريتيكال يبقى اف اكس اوريجينال. لا يلا يا مستر هنرسم فين النقطتين اللي عاملين قلق؟ اهم النقطتين عاملين قلق هنحطهم على الرسم الصغير الاول نيجاتيف 2 فاكرين خطوه بعد كده؟ نيجاتيف 2 تاخد مين بعد نيجاتيف 2؟ نيجاتيف 3 يعني استنى عوض فين؟ عوض فين؟ اف داش صح؟ يلا هعوض انا يبقى انا دلوقتي هاخد مين؟ نيجاتيف 3 وعوض بيها فين؟ شوف المره اللي فاتت في اف داش طلع بص بقى نيجاتيف بص تبني صحيح كنا بنعمل ايه؟ طب عايزين رقم في النص ما بين دول هات نص عشان زي نخلص مجرب وما تقعدش تكتب الكلام ده عود نفسك وانت حتى بتحل الواجب انك تنط بس لو النطه هتخليك تقع ما تنطش خطوه خفيفه يا عم اتكلم معايا انجز زيرو اهو فين الاف داش صح؟ فين الاف داش اهي؟ ده هيبقى نيجاتيف. نيجاتيف. بعدها ايه؟ فوق هات فوق هات فوق. اهو فين فين فوق الاف داش برضه. تطلع بص تبقى نيجاتيف. بص. طيب. بس بص بقى كده. خلاص بص بص يا حسن. فين الحته اللي طالعه نازله؟ بص 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 اهي بص تعمل ايه؟ دي كده ماكسيمم مينيمم مينيمم تقعد تحفظ البوزيتيف والنيجاتيف والكلام ده انت هتبقى عارفها اه انما انت خلاص يا بص انت لي كده ات اكس ايكوال كام دي؟ نيجاتيف 2 خلاص عندنا ايه مينيمم ولا ماكسيمم؟ ماكسيمم بس استنى بقى انت عرفت ان عند الاكس دي ماكسيموم كام بقى الماكسيموم دي؟ هي بقى دي الفكره لما يجي يقول لي ماكسيموم فاليو فاليو يعني تعوض في الفانكشن تجيب الواي هي دي الفاليو تاني كده اوعى تقول لي يا مستر الاكس نيجاتيف 2 هي اللي ماكسيموم لا ده دي الاكس انما الفاليو دي الواي يبقى لما يجي علي يقول لي كلمه ذا ماكسيمم فاليو يبقى بعد ما تجيب الاكس تعوض في الواي مش تسيبها عشان هتلاقي الاختيارين موجودين الناس التانيه انت جبت الاكس تطلع تعوض في الواي استنى تعوض في ايه في واي ولا واي داش واي انت بتجيب نقطه بوينتس بوينت يبقى واي اقوم جاي وجايب اف اوف كام بص يا بابا
نيجاتيف 2 وعوض فين؟ بص يا حبيبي تاني كده مستر ماشي تاني اللي انا جبته ده الاكس اللي عندها المينيمم او الماكسيمم انما لو قال لك فاليو يبقى الواي اول ما تقال كلمه فاليو بقت واي يجيب الواي ماشي طبعا تعوض هنا تطلع الواي اللي كان عندك الاف وفي النهايه تطلع كده 58 والروت والروت عشان خط ماشي ودي الروت ولا ساعه ايه ودي مش الغريب اللي طلع لا ده انا عشان حطهم فوق بعض وقفل عليهم استنى هذه الثانيه طب الثانيه دي ماكسيمم ماكسيمم ولا مينيمم اكس ايكوال كام؟ مستر جي نازله طالعه لتحت مينيمم عايز الفاليو فاليو الفاليو يعني تعوض في الواي تحط ايه؟ في الواي تطلع بكام؟ كده؟ كيف شخص هي هي طب سأل المعتين عند سعادتك بك يعني كده مسألة حاجة x power 4 negative 18 x power 4 negative 18 x power 9 خطوات سعادتك سهلة خطوات سعادتك سهلة خطوة الأولى عكس كده f dash 4x power 3 minus 36x وهي في مكانها ايه كويس وهي في مكانها وهي في مكانها انا انا هعملها بالروح اه انما انت هتعملها في مكانها ايكوال 0 واطلع الحلول الحلول طلعت كام؟ هيطلع 0 و 3 0 و 3 ونيجاتيف 7 اسالك سؤال دول الثلاث نقط اللي عندهم كريتيكال صح؟ هل لازم يا مهدي هل لازم الثلاثة يبقى عندهم مينيموم وماكسيموم؟ لا كريتيكال اه انما مينيموم وماكسيموم دي موضوع ثاني لسه هنجرب ونعمل طيب تعال الاول نحل الطريقة العادية يلا نكمل خطواتنا هي هي بعد كده بنعمل ايه؟ بتدينا الرسمة هات الرسمة اهي مستر مش هنعمل الاف داش انديفاين ما دام ملهاش رجلين يبقى الدنيا تمام يلا كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة مين يتحط الأول؟ خلي بالك حل بطريقة ثانية شاه؟ مكش على كم؟ خلي كده يلا نيجاتيف 3 وزيرو ونعمل نفس الحركة. نيجاتيف 3 ناخد قبلها مين؟ نيجاتيف 4 نعوض فين؟ اف داش اف داش اعوض يا مستر بنيجاتيف 4 تطلع بقى زي ما تطلع مش عارف فين هي فين بس اف داش فين؟ حتى معاك عشان بعد كده نحل بالطريقة التانية. حلو قوي الطريقة العادية. كده واحدة واحدة. يلا عشان نخش في دبل داش. لا استنى اه صح يا ولاد اكس باور 3 دي بتتعمل على ازاي؟ انا كان هطلع كلمات مش 254 يبقى كلمات في الواي يبقى في الواي 254 الاكس باور 3 يا ولاد حل 254 بس هي في بس مطلوبه صغننه مين الاي ومين البي ومين السي ومين الدي انت بتحط عشان يبقى اربعه الاكس باور 3 هي اول واحد فين الاكس باور 2؟ تبقى زيرو الاكس باور 2 اللي كام يا حسن؟ زيرو وبعد كده الاكس نيجاتيف 36 فين الرقم اللي لوحده؟ يعني زيرو كل اللي مش موجود بيبقى زيرو كل اللي مش موجود زيرو حق عادي شوف لنا بقى والنبي نيجاتيف 4 هنا كده ها هي هتطلع لا هتطلع نيجاتيف
يعني يلا نحطها. عايزين ما بين الزيرو تحط نيجاتيف 1 هتطلع بوزيتيف. هتطلع بوزيتيف. نيجاتيف 1 هتطلع بوزيتيف. زيرو 3 هات 1 حط 1 هنا هتبقى نيجاتيف. بعد كده هات الفور، الفور هتطلع بوزيتيف صح؟ بص يا مين، بص يا مين، اسمعي فين المينيموم وفين الماكسيموم؟ جي مينيموم ولا ماكسيموم؟ دي مينيموم صح؟ طب عايز اجيب فاليو اعمل ايه؟ اقعد فين؟ فين فوق اتش؟ سيبه ده مينيموم ولا ماكسيموم؟ ماكسيموم. طب عايز اجيب الفاليو اعوض فين؟ فوق اتش. مينيموم اعوض فين؟ الطريقه الثانيه اللي قلنا مش علينا اثبات. قال لك ايه بقى؟ خلي بالك. قال لك بص الخطوه الجايه. الخطوه الجايه بقى ما فيهاش رسم. مفيش ده وحش. الخطوة الثانية تقوم جايب الاف دبل داش. حتى تيرت. حتى تيرت في تاني. بس تيرت في اليمين بقى. الاف داش. يلا. سريت الدرب في الفور. ماينس. قال يا مستر الاف دبل داش. وتقوم عامل ايه بقى؟ تاخد الارقام بتاعتك الثلاثه، بص بقى، بص الخطوه دي، الخطوه دي، تاخد الثلاث ارقام تعوض بيهم، تاخد الثلاث ارقام تعوض بيهم، استنى تعوض بيهم فين يا مستر؟ هنا يا حبيبي، تعوض بيهم هنا، تعوض بيهم هنا، بص كده يا شباب F double dash of 0 F double dash of 3 F double dash of negative 3. خدوا بكره بعمل ايه؟ خدوا بكره بعمل ايه؟ دي طريقه ثانيه. بعد كده مثلا طب ما الطريقه الاولانيه انا عارفها وسهله. في الامتحان اشتغل بالطريقه الاولانيه. ليه؟ انت متعود عليها. ولعيب معين هيظهر هنا في بعض المسائل. انما هي المشكله انا بتبتدي ليه؟ لانه ساعات يجيبها لك مكتوبه في المساله. فانت مضطر تكون فاهمها. بص بقى كده هنعوض بس استنى. مش فاكر انا بعوض فين؟ في الاف دبل داش. او اعوض في الاف دبل داش. يلا هنعوض هنا بزيرو صح؟ ماشي ادي يا مستر الاف بتطلع كام؟ مظبوط كده؟ مظبوط؟ بص بقى اللعبه هنا معوده. تعال نعوض بس بالباقي كمان. يلا 3 هنعوض هنا بال 3. شوف ال 3 كده طلع كام؟ 7 كام؟ 2 والنيجاتيف 3. بص بقى يا سيدنا هذه الحته اللي زي ما بقول لك مش عارف اثباتها. لو طلع لك الاف دبل داش نيجاتيف ده طلع كام؟ 144 نيجاتيف 144 جي؟ ازاي؟ ده اللي كان هيطلعوا في نفس النت وهكون عامل غير كوتس. اه شكلك اه انا عارف عملت الموسيقى ايه. الاف دبل داش لو طلعت نيجاتيف، اف دبل داش لو طلعت نيجاتيف يبقى دي ماكسيمم. وهنا بقى اللعب تاني بقى اف دبل داش لو طلعت نيجاتيف العكس يبقى ماكسيمم، طلعت بوزيتيف تبقى مينيمم، ودي كمان مينيمم. طب يعني ليه يا مستر؟ ما هي بقى دي اللعبه، انت لسه ما خدتش ريت اوف تشينج اوف ريت اوف تشينج. فاهم قصدي ايه؟ مش الاف داش اللي هو ريت اوف تشينج فاكر؟ دبل بقى. لا دي انت ما خدتهاش. انت خدت تعملها ازاي تكتبها؟ انما الرسم وتطلع الداتا مش عارف. حتى هو كاتبها في الكتاب في صدر مش عايز الوش، عايزك بس تحفظها لي دلوقتي. تاني
اف دبل داش مكتوب عندك من غير ما تكتب اي حاجه اف دبل داش طلع نيجاتيف تبقى ماكسيمم طلع بوزيتيف تبقى مينيمم استنى بقى طب لو طلع زيرو يقول لك يبقى انا مش هعرف احدد استناني كده تاني تاني اف دبل داش دي طلع نيجاتيف يبقى ماكسيمم طلع بوزيتيف يبقى مينيمم طلعت زيرو يبقى الطريقه دي اصلا ما تنفعش الطريقه بتاعت الاف دبل داش دي بتستخدم امتى بتستخدم امتى في الحاله اللي انا بتكلم عليها لو عوضت طلع نيجاتيف او بوزيتيف انما لو طلعت زيرو لازم تشتغل بالطريقه الاولانيه وانت عامه اشتغل في كل المسائل بالطريقه الاولانيه انما اكون عارف دي ان لو طلع الاف دبل داش نيجاتيف يبقى دي عندها ماكسيمم ولو طلع